السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب فيكم ببرنامجنا كافي كورنر ونرحب بضيفنا الكابتن محمد السواحة آه كوتش نبي نبي حين نقول أنا حين بيب عندك آه ولدي ولا بنتي أبي أبي أحضرهم عشان خلينا نقول نبي أبي أدخلهم بسبب شنو شنو الترتيب مالكم طبعا بالبداية حسب العمر طبعا ما اقدر ست سنين او سبع سنين ادخله بطوله ممتاز لازم اول شيء احببه باللعبه حلو لان بالبدايه الياهل انت الطفل راح يكون مثلا من سبع سنين لعشر سنين راح يشوف شيء روتين ممل فاحنا راح نجهزه اول شيء راح نسويها كانها كن... لعبه يعني مثلا في اطفال يحبون كره قدم في اطفال يحبون كره السله انا ما راح اسقل البادل بس حق الطفل مثلا علمه بس بادل راح يمل ممتاز فراح طريقه تدريبي انا شنو اسوي مثلا احط لهم مثل جول حلو زين واعطيهم مثلا قلت لهم الكره يقول له يلا انت حارس امسك المضرب يلا واحد واحد يطق على اللاعب الثاني يعني يعني تخليها كنا قاعد يبون كره قدم, بس, قدم بس انا انا ككوتش قاعد اوصل معلومه أن ابيك كنترول معين يوصل لهم بطريقتي الخاصه يعني هم هم هافينج فن مم. ونفس الطريقه قاعد يسوي التكنيك اللي انا ابي اي فسبحان الله انت قاعد تسوي مثل ميثد جديد انك إيه. تحب تحبب اللعبه يعني مو بس اقول يلا قط الكره راح يمل الياهل ممتغف. راح يطق وراح يلها ويطالع هناك بس لما يكون تحدي مثلا والله انا بيب عليه مثلا كل واحد له خمس طقات حلو كم تجيب هذا ياب خمسه ثلاثه اربعه فيصير تحدي بين الاطفال فهذه الطريقه يعني م... يعني غير ان احط لهم سله يحذفون على على بعض ولازم مثلا اللي يمسك الكره انا بالطريقه هذه وصلت لهم ان الكره بتجي لكم هالناحيه فشون انت تاخذها طق بالقاع وتاخذها بيدك يعني خلينا نقول خلينا نقول انت قاعد توريهم اتجاهاتها قاعد اوريهم الاتجاهات بطريقتي انا بس هم ما يدرون اني قاعد هم على بالهم قاعد يلعبون بالضبط ولكن قاعد اوصل لهم معلومه يعني مثلا الحين قطيت لك الكره هو الحين هذا خلينا نقول هذا الشبك في طفل هناك وطفل هالصوب مثلا اقول له هذه بيقط لك الكره حاول تمسكها وعندك مثلا جهه معينه فيطق الكره راح يشوف ارتداد الكره جايت له كذي فهو شنو؟ يمسكها ردة فعله ردة فعله فيمسكها ومرات بعدين التمرين اللي بعده اعطيهم مثل البوق هذا يحاول انه يصيد الكره بالبوق نفس هذا اللي اللي يحطون فيه الكور اللي يحطون فيه الكور او الثاني اللي يحطونه بالقاع حق تدريب نعم يمسكها بيده ويحاول يصيد الكره بالطريقه هذه راح اعلمه تكنيك معين بعدين لما يفتح ايده هو راح يصيدها بيده اليسار اه انت فانت انت ف... قاعد تحاول تنزل لغايه مفهومهم عشان توصل له اي اوصل له معلومه بطريقتي يعني على انه ما يشوف الطريقه مملة يعني ما راح تركز بمخ الا بالطريقه حتى حتى بعض الكبار يقول لهم مثلا مسكوا هذا مسكوا هذا الشيء والمضرب بيدكم اليمين بس ابيكم ما تطقون ابيكم بس يعني تمسكون الكره بال بالضبط تخلي تكون داخل تكون داخلي ليش انا يعني قاعد اعلمه طريقه معينه لما يفتح ايده ابي بنفس الطريقه هذه لان ايده اليسار وقت الطقه هي تسوي له بالانس مثلا توازن وقت الطقه يعني ما يصير يدك تحت والطق راح تضيع الكنترول هذا هذا المثل كوتش انت قاعد تستخدمونه حق العموم اللي بيتعلم ولا بس اذا انت تبي الطفل هذا انت قاعد هيئه حق لعب بطولات ولا انا قاعد, قاعد هيئه قاعد هيئه الصغار حق شيء معين طبعا تدريب الاطفال غير تدريب الكبار غير البروفيشنال غير البيجنرز اه اوكي يعني كل واحد له طريقه معينه يعني انا ما اقدر ادربك يعني انت مثلا توك تعرف اللعبه حلو ما اقدر ادربك نفس التدريبات حق واحد عنده بطولات بالضبط او مثلا تدريبك يكون نفس الاطفال مثلا كل واحد له تدريب خاص لاين معين لاين معين الدرب عليه او مثلا يعني خلينا نقول الطفل مثلا راح يمل من الروتين يبي يلعب على طول يبي يلعب الجيم فانا اخليهم يلعبون شويه ربع ساعه جيم بعدين اعطيهم تكنيك معين لعبوا يلا كره قدم الحين تبون تلعبون سله بس كله بالكره البادل مع المضرب فهذه الطريقه اني اوصل للمعلومة المعلومه وخلنا نبتدي بالبيجنرز مثلا م -م. انت اليوم تبي تلعب البادل اول شيء راح اعلمك القوانين اللعبه بعدها راح اعلمك خطوات وين توقف بالضبط ممتاز ومسكه المضرب شلون في ناس تمسك كذي في, في ناس متعلمه تلعب تنس طاوله مثلا يمسك لك بالضبط المضرب يحط صبعه يصبعه كذي ولا صبعه داخل, داخل. يبي يطق الكره لا غلط فاعلمك مسكه المضرب شلون تمسكه الأساسيات اي ال... ايه الاساسيات تمسكه كذي اساس لما تيك كره فوق تقدر تطقها. فالاساسيات مهمه وراح اعلمك القوانين، شوي شوي لما تتمكن شوي بعد ثلاث اربع كلاسات راح ادش معاك جيم، راح اجيب ناس معاك تلعب معاهم عشان لازم يكون تدريب وجيم. تدريب بروحه ما ينفع. انت لما الاحتكاك هو اللي يخليك تتعلم. الاحتكاك طبعا طبعا برضه. في ناس تطبق بالتدريب بس ما يعرف بالجيم يعني مثلا يات لك كره معينه على ما راح يعني بالتدريب راح تجيك كره معينه بالجيم ما تدري شلون راح تجيك. بالضبط. فلازم يلعب لازم تسوي له سوي له تسوي له عمليه انه هو اعطيك انا كل الاحتمالات صح كل احتمالات إيه؟ ال اللي اللي, اللي نشوف رده فعل الطفل هو صح يسوي او اللي يعني متدرب يعني او المتدرب صح الحين انا ودي اسال انتم الحين بعد كوتش انتم هل تستخدمون مثلا تمارين المقاومه طبعا الحديد طبعا طبعا هذا للكل ولا بس اذا كان عنده بطوله؟ لا للكل لان في ناس مثلا معينه في مثلا واحد يعني لعبه حلو ما شاء الله جسمه زين يركض بس مشكلته ايده ضعيفه ممكن. يعني مثلا انا اطق الكره اطقها تطلع برا الكره هو يبي نفس الطريقه ما يوصل الكره فيكون هو بنيته ضعيفه فانا اقول له مثلا او مثلا يكون المضرب شوي ثقيل عليه ايده يكون تنس قلبه ولا مهم. ولا ماسك مثلا ماسك المضرب غلط يكون المفاصل فاول شيء مثل ما قلت لك نعلمه الطريقه الصحيحه شلون يمسك المضرب الشيء الثاني يخليه يلعب الجم الحديد قوي ايدك تماري تمارين المقاومه اي تمارين معينه مم. تعلمه هل هو عندكم كوتش انا ساوي قاطعتك بس عندكم كوتش هذا تقول له انت روح نادي تمرن والله شوف انا اعطيه تمارين معينه بس انا يعني انا ادرب بس بادل وفتنس حلو اكثر شيء ممتاز بس المقاومه طبعا هو يروح يعني يشترك تقول له مثلا هذا جدولك اي هذا جدولك او انه العب لعبك العادي يعني مثلا دش جدول حديد عادي يعني عندك باي وتراي واشياء كذي ممتاز بس اعطيه يعني مثل ما تقول تكنيك زياده شغلات زياده بسيطه عشان تقوي الساعد ما الساعد اشياء لديها. زياده يعني مثلا انت تلعب خلينا نقول تلعب باي وتراي مثلا ازيد عليهم تمرين تمرينين زياده بحيث اي مثلا طريقه يعني مثلا المقاومه شون مثلا الشد الشد الهارة. والاشياء هذه ممتاز آه الحين احنا يعني انت الحين انا الحين السؤال هو اللي هو انت اللي بتسقله حق البطوله آه نفس تمارين الانسان اللي لا اللي طبعا لا طبعا يلعب طبعا لها طبعا في طبعًا طبعًا تكنيك غير تكنيك وايد غير لأن شوف انا مثلا انت خنقول نقول انت تبي تدرب انت الحين عندك بطوله بعد خنقول نقول اسبوعين ثلاث ما راح تتدرب بروحك راح تتدرب مع البارتنر مالك مع التيم التيم مالك بحيث انه مثلا لازم تفهموا بعض كوريات بالنص منو يشيلها الكروس حق منو فانتم ما هذول جايين يعني فاهمين قانون ايه فاهمين بس لما تكون يعني مثلا الحين مثلا انا عندي اسبوع الجاي بطوله فبدش مع بارتنر كنت لاعب معاه من قبل فانا متفاهمين حلو ممتاز في بعض البطولات اني اضطر مثلا يكون عنده ظرف ولا شيء اضطر اني اشوف بديل اشوف احد ثاني اشوف احد اه ثاني اه هو زين هو اه هو اللاعب زين اللي معي مو زين ممكن انا زين اه هو زين بس ممكن نخسر من فرقه عاديه مثلا بحيث يمكن ان هو متعود يلعب ستايل معين او مو مم... انت ما مم... متفاهم معاه عرفت او مثلا متنرفز بالملعب انا مثلا بارد بالملعب هذا ضروري اي اي لازم تتفاهم لازم فيفضل ان ادرب تيم يعني مع بعض حق بطولات يعني ما يصير تتدرب بروحك انزين خل ال خل شوي شوي نبعد الموضوع ايه. شو اللي شو اللي خلاك تغير من ستايلك من من, من كنت تلعب سكواش او, ايه ايه أو تنس لعبت سكواش وراكت بول وراكت وشوي بول تنس اي اي ايه ايه شو اللي خلاك تغير كذي فجاه؟ والله شوف خلينا نقول آه طبعا العمر له آه دور سكواش جدا متعبه ولعبه يعني آه صعبه شوي حلو زين آه وشفت نفسي بالبادل اسهل لي انا يعني قاعد اخذ بطولات حلو حلو سكواش كنت لاعب زين يعني ما اقول لك محترف ولكن أخذت آه بطولات محليه بالسكواش ولكن بالبادل قاعد اخذ بطولات قاعد اطور قاعد لعبه سهله يعني جدا والشيء الثاني آه ليش خذيت البادل بامريكا كنت آه كنت ادرس بامريكا لعبت التنس ولعبت طبعا ما كان في سكواش هناك بالمنطقه اللي كنت فيها البديل كان راكت بول حتى دربت راكت بول مع بالجامعه يوميه الكويت الكل قاعد يلعب بادل تلعب سكواش ادور لي واحد يلعب سكواش ما في يعني فانت مضطر انك تلعب يا ايه يكون يعني محترف حيل والشباب ما راح يلعبون يعني عندهم بطولات ايه عندهم تمارين ونت... و... وانا يعني لعبي زوين فحاليا اني يعني قاطع 10 سنين مو لاعب فادور احد ما في يعني مو مهتمين بالسكواش ف... والتنس حاليا اضطريت انك انت ادش البادل البادل كل العالم يعني الديوانيه ما تلاقي الاثنين ثلاثه يلعبون بادل اقل شيء اي بالضبط اي ف... هذا كلام اي وتكون يمعة مثلا يلا أربعة خل نروح حلو هذه يمعة الحل والله كوتش صراحة كلامك جميل الواحد وده يقعد وياك زيادة يفهم بس أنا شوف أنا أي برامست اللي اللي تعرفت عليك من خلاله إني أنا راح أجي إن شاء الله وأنت راح تدربني أكيد بعد اللي اني أكيد لازم أعرفها شوف اللي بس, بس بإذن الله شرفني. ومشكور إنك أنت حضرت عندنا حبيب. ولبيت الدعوة وسامحنا يمكن طولنا عليك لا ولا أسئلتنا ان شاء الله الجمهور استفادوا من الحلقه هذه واستمتعتوا مثل ما انا استمتعت وان شاء الله نشوفكم بحلقه جايه ان شاء الله من برنامجكم كافي كورنر